عادل الف مبروك النادي الاهلي. الله يبارك فيك. وهنتكلم على الكلام اللي قاله مستر الموسيماني، لكن انت قلت حاجه مهمه بين الشوطين، النادي الاهلي لازم يضغط اكتر من كده في نص ملعب الانتاج علشان يقلل التباعد بين الخطوط ويقدر يجيب هدف مبكر، وده اللي حصل فعلا الشوط الثاني. وزي ما اتكلمنا يا كابتن قلنا ان الفرقه بتتغير من حال لحال، اللي بتلعب قدام الاهلي بتعمل فجوه ورا، الاهلي يجيب الثاني ويجيب الثالث ويجيب الرابع. علشان كده حتى الشوط الاولاني لو النادي الاهلي الفرص اللي جت، يعني ده الهدف الاولاني، الفرص اللي النادي الاهلي عملها، اقدر اقول لك الجون الثاني هو اللي بعديه اتفتح الملعب. ليه؟ لان هم بداوا في سيناريو اخر، في السيناريو اللي هو ما بيدافعش، هو خلاص خسر المباراه فعاوز يهاجم. اي فرقه تلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي يحرز هدف غير الهدف العالمي بتاعه للسيناريو. عايز كابتن، عايز اقول لك حاجه على وليد سليمان. دي حقيقه وليد سليمان بيعمل الحاجه اللي ممكن لعيبه كتير تقعد فتره طويله في الملعب وما يقدروش يحرزوا هدف. مش على الهدف بس، حتى غير الهدف، وليد سليمان بيدي مثل رائع للاعب الملتزم. لاعب كبير مؤدب محترم، لاعب بيدي نموذج هايل للاجيال اللي جايه. خلي بالك، هو مستر موسيماني اتكلم عليه وقال لك ده لعيب كلاسيكي مؤثر جدا، لما بينزل بيصنع الفارق. لا، والازيد بقى فوق موسيماني اللي بيقوله كمان، انا عايز اقول لك حاجه، ان وليد سليمان وجوده في الفرقه مهم جدا لينا كفرقه في الوقت الحالي والاجيال القادمه او الاجيال الحاليه اللي بتلعب معاهم. يعني لما يجي وليد سليمان نجم كبير ينزل يحرز هدف في دقيقتين، وبعدين يحرز هدفين النهارده، ويكسبك دايما ويعمل لك اشياء جيده جدا، وبعدين تيجي كمدرب قاعد احتياطي وبيرضخ وما بيعملش مشكله ولا بيلو بوز ولا، وهتلاقيه شكله مش متغير دايما وليد سليمان. عشان كده وليد سليمان ده نموذج كبير قوي للاعب الجيد، وليد سليمان من ريحه الفرقه اللي هي الجيده، او اللي كانت مع منو الجزئي زمان، فرقه المجموعه اللي كانت موجوده لبركات والناس دي اللي خدت البطولات الكتير.